نار قهوتكم ولا عاني مدخل خيمتكم مفتوح. يعني اكيد كثير سعيد ومتحضر لهاليوم اللي راح يكون يوم طويل، يعني انه من الصبح عم نصور ان شاء الله بنقدم شيء حلو. الاغنيه كانت حلوه الحمد لله وكانت مقبوله من الناس اللي عم بيسمعونا. يا رب كمان يكون الفيديو كليب يعني كمان قوي زي ما كانت الاغنيه قوي ان شاء الله، وننجح في توصيلها للناس يعني اكثر. يعني بصراحه الفكره كثير حلوه. استاذ وليد نصيف المخرج كثير انسان رائع وبشجع وبيعطي حافز، حتى كثير شجعني هيك ومخلي الجو هيك باور وحلو. صدكم اخر روح ولا كليب محمد، هذا اول كليب بيعمله، بيقولوا كليب بيقولوا شرحي او باسمه بيكون انه محمد عساف. الاغنيه اللي عم بقدمها هذا بالنسبة لي بيعطينا كمان مسؤولية مهمة كتير، انه انت اليوم عم تشاركي بصورة فنان اول مرة بيعمل كليب، وصورة فنان اوريدي عنده بيقولوا يعني بيقولوا جمهور كتير كبير بحبه، عشان وصل لهون. بس هيدي اول مرة حدا بكون عنده اول اغنية هالقد وعنده هالقد جمهور، وهي بتعطيك مسؤولية لانت تكون عم ترسمي له صورته لهذا الفنان. وهذا اللي عملناه، اشتغلنا كثير، حضرنا كثير وسمينا صورته بافضل شكل ممكن بالنسبه لإلي. بيلبق له، بيلبق لصوته، بيلبق لهو بعدين اذا بده يعمل شيء يكون عم ماشي على الخط المضبوط. وهي شغله منها سهله، مش كثير بالناس بفكروا فيها، من كيف بتخلقي صوره الفنان. اكسبيرينس تبعتي كثير كبيره تقدر تحطه بمطرح المضبوط. هذا انا بالنسبه لإلي بتمنى له انه هذا المطرح المضبوط اللي حطيته عليه ما يكون هو بعدين حس حاله انه مثل ما بقولوا صار بمطرح ثاني او فصل يعني. لا بالنسبة لي أنا جاي عم كمل نجاح معين، هاي مسؤولية كتير كبيرة. بس أنا as long as إنه experience اللي أنا عندي إياها، ممكن هذا هدف أساسي جمعنا مع بعض إنه يكون هو بمطرح يقدر ينشغل بطريقة مضبوطة. وهي شغلة مهمة كتير، إنه في يكون مطرح تاني ما ينشغل بطريقة مضبوطة، يمكن ينشغل بطريقة مضبوطة. بس أنا عم بقول لك إنه اشتغلت كتير، إجي كمل النجاحات اللي عملها قبل. وبرجع بقول لك انا هيدا الكونسبت والتركيبه جديده، بس بالنهايه الجمهور رح يكون الحكم. سو بتمنى انا على الجمهور يقدر مضبوط يعرف من وراء هالغنيه في مسج كثير كبير. عذبك كثير؟ لا لا ابدا 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 ابدا، بالعكس. انا بالنسبه لي كل فنان حتى بده يكون مع مخرج بده يكون بوزيتيف. اذا كان هو بوزيتيف بالنسبه لي المخرج بيرتاح، بيقدر يعطي اكثر، بيقدر يستوعبوا اكثر، بيقدر يحكوا مع بعض اكثر. هذا بس هالكميه الصبح قبل ما بلشنا انه عم بقول له انه نحن بدنا نكون بوزيتيف. اي شيء انت بتفكر فيه لما انت تكون مرتاح انا كمان بكون مرتاح، واثنيناتنا هذا العمل بنقول نحن جزء منه. ليه بده ينتظر التصوير؟ عندنا شيء ثلاث ايام تصوير نحن، بس مش مع محمد ثلاث ايام، عندنا نهار وشوي مع محمد، وعندنا الايام الباقيه مع كاس ثاني بنقدر نكون عم نركب الفكره بدنا اياها. في شيء جديد وهذا اكثر شيء جذبني للتعامل مع الاستاذ وليد نصيف، بحس انه الفكره كلها ككل جديده، انه بتحكي عن شخص بفوت مؤتمر صحفي، ناس بتستنى مين الشخص اللي بده يغني، او لا عفوا مين الشخص اللي بده يحكي وشو بده يحكي، وبعدين انه فنان يحكي قبل ما يغني بالفيديو كليب هاي لاول مره. انا حاحكي كلمتين عن الفن بشكل عام، انه قديش الفن رساله بتوحد ما بتفرق. كل حيكون من عدة أماكن، ناس من جنوب أفريقيا، من سن، كل طوائف العالم، هاي الأحمر والأبيض والأسود كلها عم تشوف شو مين هالشخصية وشو بده يحكي. فبتبلش الأغنية الكل بيكون فرحان، الكل بيرقص، الكل بيكون مبسوط على أنغام هاي الأغنية، وحد يعني بيرقص بطريقته هيك وهو بلده وكذا، وهيك أشياء كتير حلوة. هل هالجمعة كلها يعني من كل الطوائف وكل الأديان وكل الجنسيات والألوان لها علاقة بالشعبية الكبيرة اللي حصدتها خلال فترة قصيرة وال 75 مليون على اليوتيوب؟ هاي يعني شغلة الحمد لله، هذه أنا بعتبرها بتوفيق من رب العالمين. أنا إنسان كتير مؤمن بالله، وربنا إذا حب إنسان بوفقه. خليني أقول لك إنه هاي شغلة أنا بفتخر فيها وبحمد رب العالمين عليها، وبشكر كل الناس اللي حطت ثقتها فيي ودعمتني. بتمنى انه اكون عند حسن ظنهم واستمر واعطيهم كل ما هو جديد. محمد، شو سر كل هالصبايا والفنانات كمان معجبين فيك؟ اصاله، شيرين، والصبايا من كل الاعمار، شو سر؟ يعني هالسؤال بتقدر تساليهم
شوفي في شغلة مهمة يعني ما حابب انه احكيها لانه دائما بقوله انه مدح نفسه كذاب او اللي بيحكي كتير بهيك مواضيع كذاب، لكن اهم شغلة انه الانسان يكون صادق مع ربه وبينه وبين نفسه، صدقين الناس كلها بتحبه، بس هاي اللي حبيت اوصله.